دكتور طلعت ارقام كبيره جدا زي ما تفضل سياده النائب مصطفى سالم وزي ما تفضل دكتور علاء عز في الدور اللي بتقوم بيه الدوله. والحقيقه لا احد ينكر الدور اللي بتقوم بيه مؤسسات العمل الاهلي في مصر. الحقيقه الكام سنه اللي فاتوا دور عظيم ودور مساند للدوله بشكل كبير جدا في كل المشروعات تقريبا وفي كل المبادرات. راي حضرتك برضو لو قلنا مش هقول يعني حصيله ولكن تقديريا ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني ولكن يعني على الاقل يعني في اخر 3 سنين او 4 سنين بتقدروا بقد ايه؟ يعني هو خلينا برضو نتفق على امر ان احنا كل الارقام اللي اتقالت من سياده النائب مصطفى والدكتور علاء يعني لازم نقول احنا الدوله كل اللي انفقته ده في ظل كانت الظروف كانت عامله ازاي؟ الامر الظروف ديت المحيطه بمصر والعالم كانت عامله ازاي؟ يعني انت دوله طلعت من 2014 وبتصرف مليارات على مواجهه الارهاب. يعني فواتير اللي انفقت على مقاومه وبلد متعطله، مصانع متعطله واستثمارات متعطله. ما هو ينفق على انه يبقى ده ارقام يعني رهيبه جدا. دخلنا لما بدانا يعني ان شاء الله الحمد لله نخلص من سياده الارهاب جات لنا كورونا. طبعا راحت مأثرة تاثير سلبي. راح جاي الحرب الاوكرانيه الروسيه راح مأثرة تاثير سلبي. فكل ده برضو يعني رغم كل هذه المسائل اثرت تاثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي على الايرادات على السياحه تعرضت لمشاكل كل هذه المسائل ما دي لازم نبص الناحيه اللي انا بصرف فيها الدعم ده كله. طب الناحيه الثانيه بقى الايرادات عامله ازاي؟ فكان من الصعوبه بمكان ان كان ممكن يعني الرئيس مثلا واحنا في المنيا معاه وكان ساعة ما حصل رفع أسعار الطاقة والرئيس يعني قال والله لا هنعمل زيادة 1000 جنيه لكل الموظفين هنزود معاش التكافل وكرامة 25% هنزود العاملين هنزود التكلفة كان كام؟ 130 مليار يعني في كلمة صغيرة 130 مليار أي دعم أي زيادة يعني تتحط هي مليارات خلاص 130 مليار رقم كده وطبعا كتير قوي يقول لك طب لا ده ما انت التوتال يعني مثلا مصطفى بيه بيتكلم عن تكافل الكرامه. تكافل الكرامه ديت يعني مثلا كان قبل كده 25 مليار دلوقتي وصلت 31. طيب اما نيجي للمجتمع الاهلي يعني يمكن هتكلم على مرحله حتى اخيره. اولا جمعيات المؤسسات الاهليه ديت يعني هي فعلا هي الشعار بتاعها الكبير تنميه المجتمع وحمايه المجتمع ودعم المجتمع. يمكن مثلا احنا الجمعيات الاهليه عندنا بتساهم باكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه. يعني لو كل 100 مواطن بيتعالجوا 30 منهم متعالجين من خدمه صحيه عن طريق جمعيه اهليه تمام. سواء مستوصف او عياده او اما اتكلم النهارده عن حاجه اما جاء فخامه الرئيس واعلن عام 2022 عام منظمه المجتمع المدني. فيمكن ده كان تكليف وتشريف. تشريف ان الرئيس رأس الدولة بيقدر يعني على المجتمع الأهلي وفي نفس الوقت تكليف أن المجتمع الأهلي لابد أن يكون له دور أكبر. النهارده كان في جلسه في الحوار الوطني عشان دور انا جاي العامل الاهلي طالب جاي انا قاعد من الساعه 12 راسا اليك يعني قاعد من الساعه 12 لحد الساعه 9 يعني بس كويس حتى اللائحه التنفيذيه تناقشتوا فيها كل التفاصيل كل المعوقات اللي امام العمل الاهلي كانت على الترابيزه النهارده. فالتحالف الوطني العام الاهلي التنموي يعني مجموعة جمعيات بدأنا ب 24 جمعية مع الاتحاد العام واتفقنا فيما بيننا على ميثاق عمل ان احنا نتبادل الخبرات نتبادل المعلومات نعمل نشاط مشترك ممتاز. ويكفي ان اقول يعني بلغة الارقام برضه طالما مستضيفة لغة الارقام بتقول ان التحالف ده اللي هو يعني اعلن في مارس 2022 اما اتعمل يعني المؤتمر الاول للتحالف في يناير ما تم انفاقه من تلك الجمعيات للاسر الاكثر احتياجا 14 مليار جنيه. متوزعين ازاي حضرتك؟ 149 الف مشروع للاسر الاكثر احتياجا. 149 الف مشروع. دعم مبادره ازرع ودي مبادره غير مسبوقه انك انت بدعم الفلاحين صغار الفلاحين اللي هو عنده نص فدان، عنده ربع فدان، عنده فدان بديله مبيدات وبديله اسمده وبديله تقاوي باسعار بسيطه جدا يعني يمكن تخفيض 50% عشان يزرع 150 الف فدان قمح وفول صويا كويس دي طبعا غير مسبوقه.
النهارده التحالف الوطني تكافل وكرامه كان حوالي 4.6 مليون. الدوله قايمه بيهم. التحالف عمل بروتوكول مع الوزاره وضم 600,000 اسره بتكلفه 2.5 مليار جنيه. النهارده طبعا المواد الغذائيه، مبادره كتف الكتف، و6 مليون في شهر رمضان مواد غذائيه. أيوة. كل دي انجازات. طبعا المجتمع الاهلي عليه دور مهم جدا في سواء في مجال الرعايه او في مجال التنميه. النهارده كان جلسه او جلستين الساعه 12 لحد الساعه 5 وهم من 6 لحد 9 او 9 ونص بالظبط. احنا اشتغلنا النهارده بنتكلم بنقيم المجتمع الاهلي. احنا النهارده حوالي 36,000 جمعيه. مفيش مثلا في شهر رمضان هل انت شفت مواطن في شهر رمضان مش لاقي فطار او سحور؟ لا، الحمد لله اتسطرت يعني المجتمع الاهلي. المجتمع الاهلي هو اللي موجود في كل شارع وفي كل نجعه وفي كل حاره وعارف الناس بالعشوائيات طبعا وفي المناطق النائيه. هو ده الدور المكمل مع الحكومه. هو ده احنا جنبا الى جنب. وديت برضو معلش الدعم او يعني الاشاده من قبل رئيس الدوله طبعا ادت قوه دفع رهيبه. طب شفنا يوم الاربعاء الرئيس مع المتطوعين في حياه كريمه والشباب طبعاً زي الورد اللي شغالين هناك في القرى من ابناء القرى. حاجه تفرح النهارده يعني. لما استاد القاهره مثلا يكون في احتفاليه 70,000 متطوع جايين من الصعيد وجايين من وجه البحري. لا المجتمع الاهلي بيساهم ما كانتش موجوده وفي كل مناحي الحياه. احنا بنشتغل في التعليم بنشتغل في الصحه بنشتغل في حمايه المستهلك بنشتغل في البيئه بنشتغل مع ذوي الاعاقه بنشتغل مع رعايه المسجونين واسرهم الغارمين او الغارمات. بالظبط. اول حد اشتغل عليهم المجتمع الاهلي. مظبوط. النهارده بتدخل مثلا مناسبه زي ان شاء الله بعد ايام قليله عيد الاضحى، المجتمع الاهلي بينزل يعني اضحيات كثيره جدا للمواطنين. فالعمل الاهلي ودي طبعا انا بقول ان ده كل ده كان برضو دفعه من الرئيس شخصيا. اكيد. الرئيس اما جه القانون 70 سنه 2017، واحنا كمجتمع اهلي قلنا له يا ريس ما احنا القانون ده يعني مزعلنا شويه. صح. قال خلاص يا حكومه اعملوا حوار مجتمع جديد واطلعوا قانون جديد وطلع قانون ولائحه تنفيذيه زي ما الجامعات الاهليه عايزه زي ما احنا طلبنا. صح. ودلوقتي عايزين نعدل وارضوا الرئيس. وعدنا يوم الاربعاء الماضي واحنا كنا معاه في اسكندريه قال اي تعديلات او اي مقترحات في سلطتك رئيس دوله هطلعها. مظبوط. في حاجات محتاجه البرلمان هبعتها للبرلمان. فاحنا النهارده بنقول ان مصر بتنعم. يعني انا بقول لحضرتك فعلا احنا كلنا والله بنحمد ربنا كفايه بس الامن والامان اللي احنا فيه الحمد لله. يعني الامن والامان ده ليه قيمه كبيره جدا وليه ثمن كبير جدا. يعني النهارده كون ان الواحد بينام في بيته ويقوم الصبح يلاقي كذا والناس ماشيين في الشوارع يعني اوقات متاخره في امن وامان. الحياه صعبه شويه في صعوبه شويه بس برضو الدوله بتبذل مجهود والاجهزه كلها بتتكاتف عشان ان شاء الله نعدي هذه المرحله ان شاء الله. وان شاء الله هتعدي المرحله ديت وان شاء الله بالتكاتف بالتكاتف في الجميع يعني.